مرحبا بكم معنا في الـ 22 إيديسيون ديال البولفار. اليوم النهار اللي كيتسناوه كاع الروابا والنهار اللي كيتسناه البيبليك ديال الراب المغربي. اليوم هو عيد الراب. بابا باسا هذا البروجي كل ما يبدا ترومبلا غادي نمشيو نضربوا شي دويره في السوق باش نشوفوا اشنو طاري تما هذا العام. سميتي منى والكوليكتيف ديالنا سميتو ليكويد بريدج. كنخدموا على كاع الموفمون ديال لو كور في الزنقه، دونك شطيح في لا رو، سكيت، لاكروباسي، بزاف د الحوايج. واليوم عندنا سايفر دانس هيب هوب، دونك قادين بيستا كنتسناو دابا لي دانسور يجيو. وعندنا نهار الحد لو 15 دايرين كولاب مع دي سكيتور، دونك غادي نجمعوا سكيت تريكس ديال سكيت مع لا دانس هيب هوب. جينا من اكادير اليوم للسطون ديال البولفار في السوق، جبنا دي زارتيكل اللي حمقين، جبنا شي هبال اللي ما كيدورش باش نكونوا متفقين. كنديروا الاب سايكلين، كنشدوا السراول كنخرقوا منهم دي كيمونو، كنديروا الاب سايكلين لي جاكيت. هذه ملاكه المغربيه، جاكيت مغربيه لاف يور كانتري باش الدراري الصغار يولي كيحبوا بلادهم. وهذه كولاب ديال الشاب حسني، هذه مع الشاب حسني نورمال. ناس الغيوان هنايا، الشيخات، اي حاجه طاحت لكم على البال غتلقاوها. سميتنا لافير وكنديروا لافير. معكم محمد امليل، بريزونطاتور ديال دريم فاكتوري كوليكشن. حنا كنصايبوا دريم كاتشرز اللي هما كنعيطوا لهم بالفرونسي اتراب غيف، اللي نورمالمون في لا كولتور انديان اميغانديان كنديروهم حدا الشرج ملي كتدخل منهم الشمس باش كيشدوا لينا لي كوشمار، وكنعاودوا نحطوهم في الشمس باش دوك لي كوشمار كيتحرقوا. Cet instrument, c'est un finger drum, c'est un instrument, c'est une batterie miniature qui se joue avec les doigts. Donc on a tous les éléments de la batterie acoustique, même des batteries électroniques, de la percussion, fait le petit matériel. Et la qualité, elle est top. On peut s'amuser bzaf diel blaise, que ce soit une fête avec des amis, en studio, à la cave, de l'espace, on s'amuse avec le matériel. Donc c'est un instrument qui est polyvalent et qu'on peut utiliser n'importe où. Alors la marque Yamaha existe en deux versions, qui est la version Serra LED, la 30, et la grande version 50 avec un écran qui permet de modifier les paramètres en général. D'abord, je vais commencer le tremplin et je vais voir ce qu'on a dans les candidats qui vont gagner le premier prix ou ce qu'on a dans le deuxième prix. Je c'est le S Street Art, rappeur qui a fait casa et qui a fait une fesse. كاين معكم في البولفار ترومبلان. ترومبلان داز ناضي، كنت باغي نتلاقى هاد البوبليك. هذا هو لو بوت اللي كان، هو نتلاقى البوبليك ويشوف على ستريت ارت اونسيان كومباتون. السلام عليكم، معكم دهاردي، 21 عام، رابر من كازا. جينا اليوم درنا شو زوين مع الدراري، داكشي داز مزيان. ان شاء الله جايين دي بروجي، جايين دي زوبي دي زالبوم، كنخدموا مع 2015، داكشي كيبان مع الوقت راسو. كنتوقع انني ندي برومي بلاص ان شاء الله، علاش لا؟ حيت دوزنا بيرفورمانس مزيانه، داكشي داز افيكاس، السيت داز مزيانه، الدراري فايبوا معايا مزيان، كلشي كيهايبي، كلشي مزيان، الحمد لله هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغينا. معكم الكريانيست، رابر من اكادير، المشاركة العام في تروبلان البولفار. شو داز مهيب، البيبليك ديال كازا هيت معانا، داكشي داز واعر مع الدراري ميراك فلو اللي باكا معايا تا هو راه رابر مقود، ومعايا دي جي دادان وبرودوسر، دي جي وبرودوسر. هذا مكان I'm gonna be a warrior.
السلام عليكم، معكم ليبرمان. بون حنايا اليوم في طومبلان البولفار. بون جينا درنا داكشي اللي وجدنا له تقريبا واحد الشهر ديال التماره، جينا اليوم في ربع ساعه فرقعناها. نتمنوا هادشي يعجب البوبليك، يعجب لي جوري، وان شاء الله نكونوا باغمي لي فانكور ديال طومبلان هاد العام هذا ان شاء الله. وعلى ديت البولفار اول حاجه غادي نشرف مدينتي اللي شحال هادي ما داهاش مكناسي. اليوم جيت بينت لهم بلي داكشي ديال جامشوره ماشي هو اللي شافوا اليوم، كلشي شاف بانني تقصيت في واحد الوقيته اللي ما كانش خصني نتقصى فيها. البوبليك كامل كان كيقول هادشي، ماشي انا اللي كنقولها. داكشي داز بون اليوم حاجه جديده، نتمنوا يعجب البوبليك ان شاء الله. درت سلطان 26 عام، اليوم كنت في طرومبلان كان بلبل، وداكشي اللي بغيت بلبل نعاورو ولا شو اخويا عارف غيكون بحال هكا، حيت راه كازا راه دربنا، وانا ديما كنرابي الولاد دربنا، دونك جاتني شو عادي فهمتي، ما كان لا ستريس لا والو. يتوب على الدي جي اللي طلع معايا مامون، يتوب على ايو اهدر اللي طلع باكا معايا، ويتوب على الهاوس كوليكشن ديال الهاوس. كادير من العيون جاي على طومبلان، تقبلت هذا العام، جينا مثلنا مدينة العيون لأول مرة في البولفار، مرة بحالي في العيون بدا كيشبلبل إن شاء الله، ومازال غادي أيديرها أيشعلها. من بعد ما سالوا لي كونديدا دابا شوية غادي يدخلوا لي زانفيتي باش يعطيونا واحد الشو خيالي اللي غادي نشوفوه كاملين، وحتى الناس اللي ما حضروش راه غتشوفوا كلشي في هذا الفيديو. Très contente, très fière, très honorée. Moi je suis Kazaouia, donc là il y a toute ma famille qui vient. C'est une première fois pour moi de jouer au Maroc, donc beaucoup de fierté, très très fière. On a une culture hyper riche, notamment au Maroc. La culture elle est riche, elle est complexe, et donc je suis très fière de voir des confrères et des consoeurs profiter de ça et les mettre en avant, et mettre en avant leur culture aussi de leur côté. تاجين ouais اللحم بالبرقوق وعائلتي هذا مكان. Les gens de l'accueil sont super, on est hyper bien accueillis, les équipes de l'organisation sont géniales, les techniciens sont incroyables, vraiment donner de la force au boulevard parce que c'est incroyable, c'est un des meilleurs festivals que j'ai fait de ma vie. السلام عليكم، معكم ايمن روبيو، جيت هنا انايا بوفا باش ريبريزونتي الشمال. بوليسيه حكاره مسؤول اللبله سفاره، ضروبينا الغداره واللي عايشين مجزاره، ذوقونا المراره بحنا كلو كلنا شنكاره، يغزو حقك ويقولو بلي هذا مثال، هذوكو غزو فيهم رحمه. الدراري تبارك الله عليهم كانوا مجاوبين معانا،
وداك الشيء عجبني بزاف والعز الدراري ديالنا وبيبا الراب. السلام عليكم، معكم كلاس اي على ستريتش ارتش. لازم مقود بوبليك مقود شو مقود حتى الدراري اللي كانوا معايا باند كوموريانو ودي جي هيتمان درنا شو زويون بوبليك جاوب معانا. اول مره انا غنطلع للبولفار دونك هاد العباد في الكاريير ديالي غتبقى شي حاجه اللي زوينه. كنشكر الدراري البولفار كاملين تهلاو فينا ستريت ارت حتى هما على هاد الانترفيو هذا. شكرا لكم حيتاش كتسيبورتيو الهيب هوب سينس داي 1 هنا في المغرب. العز الدراري خاشي عليا بيت ملاوط ارنانديز داي ولا عليا دريه و3 كيلو سي خويا تشي تشيش مع داك ليا يا هويا فهمتيني غلط ملي بديت نسكي في الصداع بانكوان جايه 3 ديال الصباح ما كيفكش باطمان بكري في الصباح. سمع بعد من المرقه راه ما تصلحش بقيتي كتريني كاع ما كتصحاح الحاج باقي في شعرو كاع ما كيصلح بيت تحت ما قطي حتى 16 هويا اكسبيريونس ديال البولفار سي لا دوزيام فوا اللي غادي نكون في البولفار هذا العام. كنت في 2019 2024 خدمت بزاف ديال الموسيقى خرجت كونتوني لعيبات صافي بليزير زعما باش انفيتوني في البولفار. كيعجبني البوبليك ديال كازا جلا بريسي بوكو 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 ما نقدرش نعطيك ان دات اكزاكت مي بروشان بروجي زعما غيكون ان البوم وغيكون البوم ديال بصح. الموسيقى اللي كدير وبالنسبه لي اللي كنديرها بلا ما نشعر يعني ما كان
قداش كيخرج بواحد واحد الفايب ديالو بحال شي موسم كل عام عنده واحد البوبليك خاص كيجي ليه وكيخلقها معاه كيخلقها مع كل واحد هذا البوبليك البولفار جاي كيتمزق لا غير جاي باغي يعيش المزيكا ما باغيش حاجه اخرى هذا هو البوان فور في هذا البوبليك هذاك كل واحد عنده العالم ديالو عنده الاستوار ديالو عايش مع كل واحد سبورتي والراب المغربي حيت حنا ما بقيناش غير في المغرب حنا راه في المغرب مابقاش نفكروا داخل في الصندوق العالم كيشوف فيه ساسن